أول حاجة نحب نوصلها كما قلت لكم بكري، نحب نغير رحية صغاري، نحب الحق نبدلها من خاطر كما راني قادرة والقدر ربي نهد جبال، قادرة والقدر ربي نبني لهم قصر مش الدار هذه. اما الله غالب الامكانيات والزمان ما كانش في صالحي، اما تو متفائلة اني باش نوصل، اني برشا احلام باش نعملها، برشا احلام منهم اني نغير حياتهم، اني نبني لهم دارهم، اني نوفر لهم المينيموم بوسيبل اللي يحبوا عليه. يسار ناصري، أم الأربع أطفال المؤمن ومحمد وشهرزاد، زوجة نادر سندي، أصيلة معتدية سلام ولاية كفصة. انقطعت عن الدراسة مدة 10 سنوات بعد الزواج مباشرة، وسنة رجعت بشعبة جديدة، شعبة الآداب بحكم أني كنت تلميذة بكالوريا علوم تجريبية 2013، سنة 2024 علوم دي آداب، شعبة الآداب. واجهتني ياسر صعوبات مش شوي، صحيح أنه أني باش نرجع نقرأ كانت في مخي، كانت في روحي من داخل، نحب قرايتي، نحب نوصل، نحب كذا. اما كنت نخلص في الليكول اللي نقرا فيها، الليكول بريفي، كنت نخلص معناها معلوم الشهري بكل من شهريه المعوزين، بحكم راني من عائله معناها معوزه ماديا. راجلي بالرغم اني كان عامل يومي، بالرغم انه انسان اكسيدونتي تعرض لحادث عام 2015، بقاي عنده مخلفات في البدن نتاعو اللي ما تمكنوش انه، رغم اني راه عنده بيرمي، رغم انه عنده شهادة طبخ، لكن ما تمكنوش انه باش يخدم برشا ساعات، في سما يتعب، في سما يحس بالارهاق والكل، بالرغم اني كيك ما خلاهاش بي. تجربتي مع قرايتي وتجربتي كأم وكزوجة بالحق ما كانتش سهلة على الاخر، ان مراك يمكن كي تكون أم لزوج صغار تتعب، ما بينك الأربعة وما شاء الله معناها كلهم يقراوا والكلهم أنا معناها أنا اللي نقوم بالدراسة بتاعهم في الدار، وحدي ما يقراوش يتود. بالرسمي كنت منظمة، صحيح كنت انفام ميليتانت، كنت نتعامل بجدول لي وليهم وجدول كدوري كأم وكزوجة في الدار. بالحق الحمد لله وقت 9:15 قالوا لي راكي أدميس، فرحة ما تتوصفش، فرحة بالرسمي دموع مش حتى فرحة والكل، الحمد لله. ومش كان فرحتي أنا بركة، فرحة صغاري زادة بيا، فرحة زوجي، فرحة بابا وامي، دموع بابا وامي بحق ما ننساهمش بحق، فرحة خواتي بيا، فرحة فاميلي تراجل زادة كيف والفاميل موسع الكل كيف، فرحة الإطار التربوي معايا فرحة ما تتوصفش، وزادة كملت وتختمت بفرحة سند وفرحة قفصة وفرحة تونس الكل اللي أنا بالحق ما كنتش نتوقعها، معناها كنت نسخيل فرحتي تخص كندارنا برك، وباش تقف حد ثم يا اخي برسمي نوري حاجه مش عاديه، انه يطلبك ناس ما تعرفهمش، ناس من تونس الكل، من الشمال الجنوب للوسط الكل تطلب فيك، ومعلمين ريتريتي معناها يطلبوا فيك ويقولوا لك راكي شرفتينا، راكي شرفتي تونس، راكي شرفتي قفصه، راكي ماكش فخر لداركم بركه ولا لزوجك ولا لاولادك، راكي فخر لتونس الكل، فخر للنساء تونس، فخر للتوانسة جميعا. بالحق الحمد لله. نقول للناس الكل اللي يحب يرجع يقرا، راهو ما فهمش حاجه مستحيله، راهو ما فهمش حاجه، لا ما فهمش، راهو حتى ظروف راهي ما عندهاش حتى دخل، راهو اللي يحب يوصل واللي يحب يقرا يوصل واللي يحب ينجح
ينجح، حتى ولو كانت ما نعرفش البساطة اللي انت عايش فيها، حتى تكون عايش في ريف، حتى تعود عايش في كيم، حتى تعود عايش في الصحراء، حتى تعود راك تنجم توصل، راك تنجم تنجح، راك هكما تشوفوا فيا، رغم ظروفي بسيطة بسيطة على الاخر، بسيطة متردية جدا جدا واني نقولها، ورغم اني كيك وصلت وديجا ذريتي بالتلامذة المتميزين، معناها راه 18 معدل، راه 17 ولدي الكبير، معناها راه مش حاجة سهلة، أما راك باش تحب توصل راك توصل.